ما الرابط بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومغني الراب التونسي أيضا كادوريم؟ هل يمكن أن يتنافسا مثلا على الرئاسة؟ يبدو أن كلاهما جاء في المراتب الأولى للمرشحين المحتملين لرئاسة تونس بحسب استطلاع رأي أثار الجدل بين التونسيين. فالجدل انقسم بين الرجلين. لنبدأ أولا بوجه الاعتراض على قيس سعيد. الاستطلاع الذي أجرته الشركة المختصة بسبر الآراء في تونس سيجما كونسي حول المرشح الأوفر حظا خلال انتخابات الرئاسة القادمة في 2024 أظهر تصدر الرئيس الحالي قيس سعيد بنسبة 49.4%، وهذه النسبة أثارت تحفظ بعض التونسيين وانتقاداتهم، متهمين الشركة بمحاولة التأثير على الرأي العام لصالح سعيد. وفي المرتبة الثانية بحسب الاستطلاع حل الناشط السياسي الصافي سعيد بنسبة 10.3%، ولكن المرتبة الثالثة التي حل فيها مغني الراب التونسي كريم غرابي المعروف باسم كادوريم بنسبة 5.9% هي ما لفت الأنظار، وسنعود إليها طبعا. فيما حلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الرابعة بنسبة 4.6%. طيب، بالعودة إلى مغني الراب، هل يمتلك كادوريم فعلا فرصة ليصبح رئيسا لتونس؟ طبعا هناك فنانون آخرون عالميا اقتحموا الحياة السياسية، منهم من لم يكتب لهم النجاح كمغني الراب وزوج كيم كارداشيان السابق كانيا ويست. أما البعض الآخر نجح، وأبرزهم الرئيس 40 للولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان الذي كان ممثلا في هوليوود. وهناك طبعا الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا حاليا. فماذا عن كادوريم؟ يبدو أن ورود اسم كادوريم أثار تعجب البعض ممن رأوا أن نتائج الاستطلاع بالمجمل كانت صادمة. فقد عقدت عبير موسي وأنصار حزبها وقفة احتجاجية أمام مقر الندوة الصحفية لشركة سيجما كونسي، معتبرة أن إحصاءات هذه الشركة مزورة، متعجبة من تقدم مغني الراب عليها في الاستطلاع. يعد مغني الراب كادوريم من أثرياء تونس، كان قد هاجر إلى فرنسا وعمره 15 عاما، وبدأ مشواره كلاعب كرة قدم في ألمانيا قبل أن يتجه إلى كتابة الأغاني، وفي 2004 بدأ مسيرته مع أغاني الراب. ولكن اللافت هو أن كادوريم كان متزوجا من نسرين ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي خرج من تونس عقب اندلاع الثورة. وقدم كادوريم نفسه بقوة في مجال الأعمال الخيرية في الساحة التونسية، ورغم الانتقادات التي تطال احتمال وجوده في الساحة السياسية إلا أن كادوريم لم يترشح أصلا للرئاسة بعد. طبعا التونسيون علقوا على نتائج الاستطلاع بين راض ومستنكر. هنا محمد يقول: هذا الرجل أولا أني لا أعرفه لا من قريب ولا من بعيد، وبغض النظر أنه سهر الرئيس الأسبق يستاهل كل الخير، فقد أثبت في عديد من المناسبات أنه رجل بأتم معنى الكلمة من خلال تدخلاته في إنقاذ أرواح توانسة والتكلف بمصاريف علاج العديد من المحتاجين وإعطاء المساعدات وبناء مساكن للفقراء وغيره وغيره. أما حساب معاني الجمال فيقول: هذه مؤشرات تعكس تطلعات التونسيين، لكن منذ متى لم تسيس تطلعات التونسيين ولم يتاجر بها وتحول وجهتها؟ أخيرا تغريدة من هادي الكفيل يقول: سبر الآراء يجب أن يقيد بقانون ويخضع لمراقبة المحاكم والأحزاب والشخصيات المعنية بالعملية حتى لا يتم التلاعب بالأرقام ولا يشكك أحد في النتائج. طبعا رد حسن الزرقوني رئيس منظمة سيجما كونسي على الانتقادات التي وجهت له فيما يخص على وجه التحديد شعبية الرئيس قيس سعيد في مؤتمر صحفي، وأكد أن غالبية التونسيين راضين عن أداء الرئيس.
تدرسوا نسبة الرضا على الحكومة، نرقاوها 48% يقولوا ما همش راضين و 40% يقولوا راضين، معناتها نسبة اللي هم ماهمش راضين على عمل الحكومي أكثر ولات من نسبة اللي يقولوا أنها تخدم بطريقة مرضية. بالنسبة للرئاسة مازالت أغلبية التونسيين 58% يراوا كونوا الرئيس راضين عليه على اللي مردوده في 2022. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.